الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. رجحت وزارة الزراعة الحالية لجوء العراق إلى استيراد الحنطة خلال الأشهر المقبلة لسد احتياجاته في البطاقة التموينية. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن مجموع العجز بالإنتاج خلال العام الحالي يبلغ 50%، ما يضطر العراق لتعويضه عن طريق الاستيراد، بينما تتراوح الكميات المتوقع إنتاجها خلال العام الحالي بين 2 و3 ملايين طن من المحصول. من جهته رجح مستشار وزارة الزراعة الحالية مهدي القيسي لجوء العراق إلى استيراد الحنطة خلال الأشهر المقبلة لسد احتياجاته في البطاقة التموينية، مبينا أن موسم الجفاف تسبب في تقليص مساحات الزراعة لأكثر من 50%، ما يعني بقاء مساحات قليلة لا تكفي لسد احتياجات العراق ومتطلباته الأساسية. أعلنت شركة ستاندرد أند بورز ارتفاع إجمالي الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي المستقلة الصينية إلى أكثر من النصف خلال الشهر تشرين الثاني من العام الحالي. وقالت الشركة في تقرير لها إن صادرات العراق النفطية إلى المصافي المستقلة الصينية ارتفعت لشهر تشرين الثاني بنسبة 101% لتصل إلى 1,070,000 طن متري. وأضاف أن الصادرات النفطية العراقية للمصافي الصينية المستقلة خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني الماضي من العام الحالي بلغت 8,228,000 طن متري، منخفضة عن نفس الفترة من العام الماضي 2020. حذرت تقارير دولية من أزمات تحدق بالقطاع المالي في تونس مع استمرار المشاكل الاقتصادية. وكشف موقع ذا بانكر الدولي أن المقرضين المحليين ولا سيما بنوك القطاع العام يواجهون مخاطر عالية مع وجود ما يصل إلى 15% من إجمالي أصول القطاع البنكي في أذون الخزانة والودائع لدى البنك المركزي التونسي. وقال الموقع إن الدولة التونسية اقترضت من البنوك المحلية بالعملة الصعبة في 5 مناسبات منذ عام 2016، بما في ذلك قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار تم الحصول عليها في الربع الأول من عام 2021 بمشاركة 10 بنوك وطنية. وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022 بمبلغ حوالي 770 مليار دولار، ونال المشروع ثقة وتأييد 363 عضواً وصوت ضده 70 عضواً. ويتضمن مشروع الميزانية من بين أمور أخرى تخصيص 4 مليارات دولار لتمويل برنامج مبادرة الاحتواء الأوروبية الموجهة ضد روسيا، كما سيتم تخصيص 300 مليون دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسيتم إنفاق 150 مليون دولار أخرى على ملف التعاون في مجال الأمن مع دول البلطيق. تراجعت أسعار النفط لتعكس مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع مع ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية، ومع محاولة المستثمرين تقييم التأثير الكامل لمتغير فيروس كورونا إوميكرون على الطلب العالمي على الوقود. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.29% لتصل إلى 75 دولاراً و21 سنتاً، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 دولاراً و78 سنتاً للبرميل، منخفضاً بنسبة 0.37% بعد أن ارتفع بنسبة 3.7% في الجلسة السابقة. هذا وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب الانهيار الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن متحور إوميكرون لن يسبب أضرار اقتصادية كبيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.